حضرموت أول المحافظات التي أعلنت اكتشاف إصابات بكورونا، ثم أعلنت السلطات لاحقاً السيطرة على الوضع، إلى أن الفيروس عاد ليضرب المحافظة بشكل أكبر مع انفجار الوضع في عموم البلاد. أهلا بكم. من بين كل المحافظات اليمنية وخصوصا تلك التي لا تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، تتمتع حضرموت بوجود فعلي للسلطة المحلية. هذا الأمر سمح في البداية باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، إلا أن البعض يشير إلى أن إعلان السلطات انحسار الخطر كان سببا في عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، ليعود الوباء مجددا وبشكل أكبر. قبل يومين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لتشييع جنازة أحد المراجع الدينية في حضرموت، لتتصاعد الانتقادات بشأن عدم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس. ربما تكون حضرموت بحال أفضل من كثير من المحافظات فيما يتعلق بوضع المنشآت الصحية، إلا أن ذلك لا يبدو كافياً، فالوضع في حقيقته يقول مختصون يحتاج إلى الكثير من الاحتراز. إذن ما هي أسباب تفشي كورونا رغم الحظر المبكر والتحرك من السلطة المحلية؟ وما هي إمكانيات حضرموت لمواجهة كورونا؟ من أجل مواجهة فيروس كورونا، تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت وسط دعوات للالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، مؤشرات بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة حضرموت. مر حتى الآن شهر وثمانية عشر يوماً منذ اكتشاف أول إصابة بهذا الفيروس في مدينة الشحر بساحل حضرموت، لتكون أول إصابة بهذا الوباء في اليمن. ومنذ ذلك التاريخ لم تفلح الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطة المحلية على ما يبدو في تقليص مساحة انتشار الفيروس في ظل الأرقام الصادرة عن السلطة الصحية في كل من اللغاد والساحل. تشير أحداث البيانات الحكومية إلى وجود 73 إصابة و25 حالة وفاة وثمانية حالات تعاف على مستوى محافظة حضرموت، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، خصوصا في ظل هيمنة التقاليد والطقوس الدينية المتجذرة. مدينة تريم أحد أهم مدن وادي حضرموت، والتي تحتضن مراكز مهمة للتعليم الديني يرتادها طلاب من دول عدة، كان نصيبها من أحدث الإصابات المسجلة على المستوى الوطني خمس حالات جديدة، إحداها نتجت عن المخالطة بمصاب، وحالة وفاة وفقا لما أفاد به المتحدث الرسمي باسم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور غازي باشامخة. وكان نصيب مدينة سيئون مركز الوادي حالة وفاة وإصابتين جديدتين، لترتفع الحصيلة إلى 19 إصابة، في وقت تخضع فيه الحالات المصابة للعلاج بالأكسجين في مركز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون ومستشفى الحياة العام. يخضع حالياً 182 مخالطاً للحجر المنزلي يتركزون في مديرية سيئون وتريم والشبام، حيث أثبتت نتائج الاتصالات الهاتفية والزيارات الميدانية لهؤلاء المخالطين أنهم بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي علامات أو أعراض. الوضع في ساحل حضرموت أفضل قليلاً من الوادي، مع تسجيل حالتي إصابة في مدينة المكلا لم تخالط أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، إحداها لرجل في 55 من عمره يسكن في جول الرماة، والأخرى لامرأة في 65 تسكن في فوة القديمة، فيما سجلت حالتا وفاة في مستشفى الحميات بفلك. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر السكايب من هولندا، أخصائي الطب الوقائي والأوبئة الدكتور حمدي الحكيمي. أرحب بك دكتور إذا معنا في المساء اليمني. أهلا أهلا بك أخي وجيه، ويعني سعيد باللقاء بك مرة أخرى، وحزين على ما أسمعه من أخبار من اليمن. الله المستعان. دكتور، حضرموت كانت أول محافظة تعلن عن وجود مصاب بكورونا،
من المحافظات التي تقبع تحت سيطرة الشرعية، أعلنت بعد ذلك يعني وفقا لذلك جملة من الإجراءات الصارمة لمنع انتشار الوباء، لكن ما نراه اليوم يشي بأن الوضع خرج عن السيطرة. ما هو التفسير؟ هل من تفسير لديك كطبيب مختص في الأوبئة لما حدث؟ أعتقد أن التفسير هو تفسير واحد لكل مكان يشتبه في وجود حالات فيه، أو أي مدينة أو أي دولة، وهو أن هذا الوباء يصعب السيطرة عليه. تكفي حالة واحدة لتشعل موجة قصيرة أو طويلة من الوباء. فالحالة التي كانت سجلت في حضرموت ربما لم تكن الحالة الوحيدة، كما أني أعتقد أنه لم يكن هناك ربما تتبع، لا أدري تحديد، ولكن لم يكن هناك تتبع جاد للمخالطين بحيث أن يتم تسجيل حالات في المخالطين، لأن هذا هو الطبيعي في مثل حالة يعني فيروس كورونا المستجد، أن المصاب إذا تخالط مع ناس على الأقل المقربين أو أفراد الأسرة أنه يتوقع أن هناك على الأقل 3 إلى 5 أشخاص قد يكونوا أصيبوا بالفيروس وإن لم يظهروا أعراض. فربما تكون هذه الحالة هي السبب، لكن ربما تكون هناك أكثر من بؤرة، هذا أيضا وارد، لأن الوباء نعرف أنه الآن يعني يحيط بنا من جميع الجهات، موجود في كل دول العالم. فيكفي أن هناك حالة ربما في يعني تريم أو حالة في سيئون أو حالة، فتبدأ بهذه البؤر في التضاعف وتبدأ بإطلاق موجات من الوباء. لكن أعيد وأكرر أن الأرقام التي مسجلة في حضرموت لا زالت يعني إذا كانت هذه الأرقام هي قريبة من الواقع لا زالت تعتبر ليست بالحالة السيئة جدا التي يمكن نصفها أنها حالة اللا عودة. يعني نتحدث الآن عن في اليمن أو في حضرموت، الحديث اليوم عن مستجدات الساعات الأخيرة 6 حالات في حضرموت منها حالة وفاة، إجمالي الحالات في حضرموت 73 حالة منها 8 تعافي و25 وفاة. نحن نتحدث عن 73 حالة مسجلة دكتور و25 منها وفاة، هل هذه النسبة طبعاً قليلة كثيرة؟ نعم. ما طبيعتها؟ طيب، هناك أعتقد أنه عدم تناسب يعني بسيط بين نسبة الوفيات ونسبة الإصابات، وأنا دائما أشدد على أن يعني معدل الوفيات أو عدد الوفيات هو أكثر دقة من عدد الإصابات، لأن عدد الإصابات يعتمد على كم عدد الفحوصات التي تم إجراءها، ولكن نسبة الوفيات هي أكثر دقة في التسجيل، أكثر دقة في التسجيل، وهي أكثر مصداقية ونعتمد عليها أكثر في الأوبئة، بالذات في أوبئة مثل وباء كورونا المستجد. فإذا قلنا أن 25 حالة وفاة، نتوقع أن هناك ما بين كل حالة وفاة وراءها 100 حالة، فنتوقع أن هناك حوالي 2500 حالة تقريبا يعني في هذا التقدير غير مكتشفة. هذا شيء بديهي بالنسبة لأي متخصص في الأوبئة أو في الطب المجتمع، فأتوقع أن هذه الحالات موجودة ولكنها غير مسجلة، ويعني تحتاج إلى نوع من المسح أو الفحص أو تتبع المخالطين ومخالطين المخالطين حتى نحصل على الرقم الحقيقي ونحدد حجم طيب الوباء. سأسألك دكتور عن لماذا يعني يعتبر معيار حالات الوفاة أكثر دقة في هذه الحالة من معيار الإصابات، لكن قبل ذلك دعني نشك ونرحب معنا بمن ينضم إلينا من حضرموت، وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء السيد عصام حبريش الكثير. يرحب بك سيادة الوكيل. إذن ما هي مستجدات التعامل مع فيروس كورونا في حضرموت عموما بالتحديد في مديريات الوادي والصحراء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم. أولا أنتهز فرصة لأقدم لشعبنا كامل تهاني بالعيد السعيد، عيد الفطر المبارك. ثاني شيء، أول مرة أتقدم بتعازينا القلبية الحارة إلى فقيدنا في هذا اليوم وشيء الواجب الوطني في نيابة الصحة الدكتور رياض الجريري الذي قتل من إثر غرق سيارته في طريق الموعد ما كان يؤدي مهمته، فهو خسارة على حضرموت عام وعلينا بشكل عام كلها كاملة. كان من القيادات الصحية
التي دارت العمل الصحي وخاصة في مجال إجابة وباء كورونا. كان له دور كبير في تنسيق الإجابة سواء في الساحل ومساعدتنا في الوادي. رحمة الله تعالى. المسببات التي في وادي حضرموت لوباء كورونا الكل يعرف، نحن في حضرموت سواء الوادي أو اليمش بالعام ليس منها بعيد عن كل ميرة في العالم من إجابة هذا الفيروس وانتشار هذا الفيروس. يمكن كانت معنا فرصة طويلة قليل أنها كانت في الجدول يعرض الوباء، ولكن حصل وانتشر هذا الوباء سواء أتى من أي مكان في العالم، فالأخير الناس في جابها لهذا الوباء الموجود. فكانت الحصيلة الحمد لله سبحانه وتعالى ليس لتكون بسرعة انتشار، ولكن لو ظهر الوباء في بعض المناطق تم السيطرة عليه في المنطقة الأولى، والآن ننتقل إلى دورة ثانية في جبل التين. اتخذت كل إجراءات لعملية حجر من صباح هذا اليوم على هذه المدينة التين التاريخية لتتبع الحالات وعدم انتشار هذا الوباء. فيما يتعلق بالإحصاءات لعدد الحالات وفيما يتعلق أيضا ب التجهيزات التي يتمتع أو تتمتع بها المحافظة تحديدا في الوادي والصحراء، حدثنا أكثر عن هذا الجانب سيادة الوكيل. أولا وادي حضرموت هو عبارة عن وادي ممتد طول من الشرق إلى الغرب واتساع في منتصف هذا الوادي، وتباعد هذه المناطق الوادي في كل اتجاه. لذلك عملت تشكيل اللجنة العامة للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، كان اشتغلنا أن يحجز حسب خطط مسبقة أولا في عملية الإجابة والتثقيف الصحي ورفع الوعي المجتمعي لهذه المجابهة. الشيء الثاني أنشأنا مركزين عليين، أولا بشكل سريع مستشفى الحياة في مديرية القطن ومستشفى مركز علي وعزل في مديرية سيئون، وعلى وشك ان شاء الله انه لو قدر الله تسرب انه اليوم تقريبا او امس فتحنا مركز علاج خاص في مديريه تكريم، وجعلنا ان كل مديريه يكون فيها مركز او عزل وتتحول لمركز علاج لهذه المجابهه حتى لا نحصر العلاج في مكان واحد على امتداد وابتعاد مسافات بين الواديين. في هذا السياق سياده الوكيل، يعني هناك حديث كان على أن السلطات المحلية تأخرت فيما يتعلق بإجراءات حظر التجوال مثلا أو الدعوات إلى التباعد الاجتماعي في مديريات الوادي والصحراء، لأن هناك الكثير من الفعاليات سواء خاصة مع يعني نهاية شهر رمضان، مع شهر رمضان والعيد كذلك، التي كانت والتي حدث فيها اجتماعات بشرية كبيرة، كانت يعني يقول كثيرون ستسبب ب انتشار الوباء بشكل لا يريده الكل. اولا الاجراءات هي متاخره، في الاجراءات تخبيرات مبدئيا من بدايه الوباء، اجراءات صارمه واجراءات في عمليه الحظر، ولكن الاشكاليه كانت كبيره في تباعد منزل في وادي حضرموت وبعض الصعوبه في تطبيق بعض الاحترازات خاصه في وادي حضرموت متباعده بين المدينه يصل 40 كيلو ولا 50 كيلو واكثر من هذه المدن. لذلك تاثرت فيها، ونحن كنا نراهن بان الوعي المجتمعي كان هو يساعدنا في كثير من هذا الامر. في وعي مجتمعي الان اكثر وعي الناس، الكل يعرف ان مستوى التدافي لكل الناس له دور كبير في عمليه الحمايه عند احتياط الاحترازات في كل مكان. نحن نفرض في كل مكان ظهرت فيه هذه الوباء نفرض حجر فيه، لا يمكن نفرض حجر في كل وادي على مستوى مدن وادي 16 مديرية على انتشار في مكان في مدينة واحدة تبعد بين المدينة والمدينة من 60 إلى 70 كيلو. فنحن أخذنا باحتياطات احترازية أن نطبق الحظر في بعض المناطق. أنا معك أنه في كثير من الأماكن تحدث مناسبات، ولكن قلت هذه المناسبات مثل الوعي مثل تطبيق الإجراءات الاحترازية، لا نقول أنها طبقت 100% ولا نقول أنها هي لم تطبق عامة. كان توجيه الأخ المحافظ بأنها تطبيق الحظر في كل المحافظات، وفعلا تطبق الحظر في بعض المحافظات بين منطقة أخرى يختلف هذا الحظر بين منطقة أخرى حسب الإمكانيات المتاحة. هل سيكون هناك فرض عقوبات على المخالفين لمسألة التباعد وغير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية؟
نحن سنصعد من هذه الإجراءات الموجودة، بنعمل عليها عملية إجراءات قانونية مكفلها القانون في هذا الجانب، ولكن نادر مثلا نصل إلى مصادمة مع المجتمع بشكل عام كله، ولكن من خلال الجماعة ومن خلال إحساس المجتمع بهذه الإجراءات وأن هذه الإجراءات كلها تطبق لصالح حماية الإنسان وعدم انتشار هذا الوباء في كل الدنيا، إن شاء الله تكون إجراءات طيبة إن شاء الله بهذا الجانب. شكرا لك وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء سيد عصام حبريش الكثير، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إليك سيد الحكيمي، دكتور الحكيمي، يعني في سياق الحديث كان هناك تجمعات حصلت في مدينة تريم ربما تشيع لجنازة شخصيات بارزة اجتماعية ودينية هناك، أيضا فعاليات مشابهة، إلى أي مدى يسهم ذلك في تفشي المرض والوباء وتسارع انتقاله بين الناس؟ طبعا هذه القصة تكررت في دول أخرى من ضمنها ماليزيا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت التجمعات سواء كانت دينية أو احتفالية أو ما كانت هي عبارة عن بؤرة انتشار عالية جدا للوباء، لأنه في تجمع مثل هذا وخصوصا عندما يكون الشخص المصاب على تماس مع أشخاص كثيرين ويقترب منهم ويحتك فيهم ويسلم عليهم، كل هذه الأشياء ممكن أن تنقل المرض إلى عشرات إن لم يكن مئات من الأشخاص. مثل هذا الشخص الذي ينقل العدوى في مثل هذه التجمعات نحن نسميه سوبر سبريدر أو الناشر الخارق، لأنه في وقت ربما يصاب شخص ويكون ملتزم بالتباعد الاجتماعي وقد لا ينقل المرض لشخص أو شخصين، أو ربما لا ينقل المرض يكون لديه صفر مخالطين أو صفر ناس استطاع أو كان هناك عدوى انتشرت منه إليهم، بينما الناشر الخارق يستطيع شخص واحد أن ينشر المرض إلى عشرات إن لم يكن مئات في مثل هذه التجمعات من الناس، ثم يعود كل واحد إلى مدينته وإلى قريته وإلى بيته ويتضاعف فتبدأ المصفوفة في التضاعف. هذه من أسوأ الأشياء وأسوأ السيناريوهات التي ممكن أن تحدث في عالم الأوبئة. ونحن إذا أردنا أن ندخل في الأساس العلمي، لأن الناس دائما تسمع عن احترازات، دائما نتكلم عن احترازات، ولكن ربما يكون بعض الأحيان عدم الالتزام بها لعدم القناعة بجدواها، ولكنها من ناحية علمية مهمة جدا، مثل مسألة التباعد متر ونص إلى مترين، هذه مسألة مهمة جدا. ولماذا جاءت هذه التوصية من أجل هذا التباعد؟ جاءت من أجل أن الرذاذ أو القطيرات التي تخرج من الشخص المصاب أثناء الكلام أو أثناء العطس أو يعني هذه التي تنشر الفيروس للأشخاص المجاورين، أن 80-90% من هذا الرذاذ يسقط على الأرض أو يظل في محيط متر ونص إلى مترين من هذا الشخص المصاب. فلماذا نشدد دائما على المباعدة؟ لأن المباعدة هي التي تقلل من خطر العدوى بشكل إن لم أقل 90% بناء على حجم الرذاذ الذي يحمل الفيروس والذي يقع فيها محيط هذه الدائرة. في مثل هذه التجمعات يصعب أن تحافظ على مسافة متر ونص أو مترين، أحيانا تكون المسافة صفر. إذا أتوقع أن هناك ربما إذا يعني كانت هنالك حالات أتوقع أن هناك عدوى كثيرة حصلت في مثل هذه التجمعات، وندعو السلطات إلى أن تكون حازمة في مثل هذه المواقف، لأنها المخالطة في البيت، المخالطة في العمل نحن نعتبرها ليست بالشيء الخطير لأنها دوائر اجتماعية مغلقة يتحرك فيها المصاب، لكن المخالطة في الأسواق، في المدارس، في المساجد وفي التجمعات الدينية أو الاجتماعية هي مسألة خطيرة جدا وتؤدي إلى انتشار الوباء بشكل كبير جدا. فيما يتعلق بسؤال يعني طرح المسألة اللي كنا نتحدث عنها، مسألة نعود إليها، مسألة لماذا يعتبر معيار حالات الوفاة أكثر دقة في الحديث عن انتشار كورونا دكتور، هل فصلتنا بشكل أكبر حول هذه النقطة؟ نعم بالنسبة لعدد المصابين إذا لاحظنا من الأعداد الموجودة في كثير من الدول
لاحظ ان عدد المصابين يختلف من دوله لدوله، ثم عندما نقارن عدد الوفيات بعدد المصابين ونقسم هذا على هذا من اجل ان نحصل على حاجه تسمى معدل الاماته او الفيتاليتي ريت، فنستطيع ان نقول اننا نجد تفاوت كبير بين الدول. وهذا لا يرجع لان الفيروس يكون شرسا هنا وودودا هنا، لا، يرجع لان العدد المصابين الذي يتم القسمه عليه هو يختلف من دوله لدوله، لان كل دوله لها استراتيجيتها في فحص المصابين او المخالطين. في دول في ايطاليا حيث معدل الاماته عالي جدا، كانت الدوله تكتفي بفحص الناس الذي تظهر عليهم اعراض متوسطه او شديده، بينما مثلا في دول في المانيا او في كوريا الجنوبيه او في بعض الدول العربيه مثلا زي قطر او السعوديه، كان الفحص يتم لكل المخالطين او لمن تظهر عليه مجرد اعراض بسيطه، فبالتالي نجد ان معدل المصابين كبير ولكن معدل الوفيات قليل. ف هل هو يعني هي المساله ايضا اذا كانت مساله حساب عدد المصابين هي عائده لعدد الفحوص الجاريه، اليست المساله ايضا تتم وفقا ايضا لحالات الوفاه؟ طيب، لكن قبل ان اسمع الاجابه منك بهذا الخصوص، دعنا نشرك معنا في الحوار دكتور غازي باشامخ الناطق الرسمي باسم مكتب الصحه العامه والسكان بوادي حضرموت الذي ينضم لنا عبر الهاتف الان من هناك. ارحب بك دكتور غازي مجددا، ما اخر المستجدات لديك فيما يتعلق ب الحديث عن فيروس كورونا هناك في حضرموت بشكل عام، في الوادي والصحراء بشكل خاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخي لك على هذه إتاحة الفرصة بهذه المداخلة. أهلا بك. طبعا الوضع الوبائي في حضرموت الوادي بدأ يزداد في الخطورة، لكن الحمد لله إن شاء الله تكون الأمور تحت السيطرة، خاصة بعد أن تم التزام غالبية المواطنين بتنفيذ إجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي والبقاء في منازلهم، وتم اليوم إغلاق لمدينة تريم إغلاق كامل، وإن شاء الله يلتزم المواطنون، ونحن نراهن على وعي المواطن في تقليل عدد الإصابات إن شاء الله. في سياق الحديث، نعم، الحالات، تفضل. نعم. تفضل دكتور. إجمالي الحالات التي فحصت وتأكدت بالفحص المخبري في حضرموت الوادي والصحراء إلى اليوم 19 حالة، طبعا منها 5 حالات شفيت وهناك 7 وفيات، وبقية الحالات الثمان تتلقى الرعاية الصحية في مركز العزل بهيئة مستشفى سيون، وأيضا مركز العزل العلاجي بمستشفى الحياة في القطن. طيب، في سياق الحديث عن الاحتياجات التي يريدها مكتب الصحة لتعزيز العمل فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا، ما هي أبرز هذه النقاط المحتاجة أو أبرز الأولويات التي يريدها المكتب الآن دكتور غازي؟ طبعا العدد 19 هو ليس العدد الحقيقي، هناك الكثير من الحالات مخفية، وهذا بسبب نقص محاليل لفحص أو لعمل وحدة البي سي آر لتشخيص الحالات، أيضا نقص في المسحات التي نحتاجها لسحب العينات من الحالات المشتبهة. هناك نقص حاد عندنا في أسرة العناية المركزة مع ملحقات، أيضا في وسائل الحماية الشخصية وتوزيعها أو توفيرها للكادر الصحي لحمايتهم، لأنهم هم خط الدفاع الأبيض، خط الدفاع الأول، وهم جيشنا الأبيض. طبعا أجهزة التنفس الصناعي، ايضا في نقص عندنا في اسطوانات الاكسجين، لذلك ننتهز هذه الفرصه ونوجه نداءنا لوزاره الصحه العامه ومنظمه الصحه العالميه وكل المنظمات الدوليه ومنظمات المجتمع المدني، اننا بحاجه الى هذه الاشياء وتوفيرها بصوره عاجله لدينا في سياق الاجراء ان نسيطر على الوضع. طيب، في سياق الحديث عن السيطره دكتور باشامخة، يعني إلى أي مدى، ما الذي قدمه مكتب الصحة إلى الآن في سياق الحديث عن توعية المواطنين؟ يعني من قبل الحظر التجوال فيها وإغلاق تريم مثلا كان هناك تجمعات تحصل، هل قدم مكتب الصحة حملة توعوية؟ هل كان هناك نزولات ميدانية لإرشاد المواطنين وتوجيههم؟ طبعا الحملات التوعية بدأت منذ نهاية يناير 2020، وتزعمها مكتب الصحة في
كل المديريات بالوادي والصحراء، وشاركته في ذلك كثير من منظمات المجتمع المدني ومن ملتقيات الشباب التطوعية. لكن ما أثر على وعي المواطن هي الإشاعات التي تخرج يوميا في وسائل التواصل الاجتماعي، هذه كلها أثرت على ثقة المواطن في إجراءات الصحة ومكاتب الصحة. أيضا من فقد الثقة وعوامل التي أفقدت المواطن الثقة في هذه الإجراءات، تأخر تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل السلطات والأمن والجهات المعنية، فهذه كلها أمور تراكمت وأدت إلى فقدان المواطن ثقته في السلطة وفي مكاتب الصحة، حتى أنه يقول ليس هناك وباء وأنتم تكذبون علينا، لا توجد كورونا في اليمن أو في حضرموت بشكل خاص. في سياق الحديث الآن الصحة، نعم دكتور تفضل. نعم مصدر الصحة جهز الكثير من مراكز العزل، أهمها مركز العزل العلاجي في مستشفى في هيئة مستشفى سيون، وأيضا تجهيز مستشفى الحياة وفيه مركز عزل علاجي يقوم بمعالجة الحالات. أيضا عملنا في البداية مركز عزل احترازي في مطار سيئون، قمنا بعمل فرق طبية لفحص القادمين إلينا، لكن هناك اختلالات كثيرة تحصل أثرت على ما يقوم به مكتب الصحة من إجراءات احترازية في حضرموت الوادي. دكتور غازي، في سياق الحديث عن أن هناك الآن منخفض مداري سيصيب المناطق المحافظات الشرقية في اليمن، حضرموت من ضمنها، هل تتوقعون تأثر يعني طبيعة التعامل مع الوباء مع هذه الظروف المناخية؟ هل ستتأثر مديرية الوادي والصحراء؟ طبعا هذا مقدر ومكتوب، ولا نستطيع أن نقول أن هناك ما سيحصل عندنا من سيول وأمطار، ولكن إذا جاءت وحصلت قد تزيد الرطوبة، وهذا ممكن يؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس وأيضا انتشار أمراض أخرى كثيرة تأتي مزامنة مع وجود الأمطار والسيول والفيضانات. شكرا لك دكتور غازي باشامخة. نعم تفضل دكتور. لا حاليا أنه هنا الحالات ليست كثيرة، لكن هذا قلنا نتيجة لعدم وجود الفحوصات الكافية، فنناشد أيضا وما زلنا نكرر مناشدتنا لتوفير لنا محاليل وحدة البي سي آر لتشخيص الحالات، وشكرا لكم. شكرا لك إذا دكتور غازي باشامخ الناطق الرسمي باسم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت. في النقطة التي تتعلق ب المنخفض المداري الذي تحذر منه السلطات الآن، يعني نحن نشير هنا إلى أن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة دعا السلطات أو وجه السلطات إلى اتخاذ التدابير اللازمة في المحافظات الشرقية، وكذا دعا المنظمات المجتمع المدني لمساعدة السلطات في التعامل مع هذا الوضع. أسألك دكتور حمدي، إلى أي مدى سيسهم حدوث منخفض مداري في مسألة التعامل مع الوباء، سواء من حيث تنقل الطواقم الصحية أو من حيث تنقل الوباء ذاته أو كونه بيئة لتنقل الوباء؟ نعم، بالنسبة لحدوث أمطار وربما فيضانات في هذه الفترة بالذات، فإن أكثر شيء يخيفنا نحن كمتخصصين في الأوبئة هو مسألة المخالطة الكبيرة التي ستحدث نتيجة تهدم بعض البيوت ونشوء يعني مراكز لإيواء نازحين من المنازل المغمورة أو المناطق المنكوبة. مثل هذا الاختلاط طبعا هو سيؤدي إلى انتشار سريع للوباء. أيضا يعني تدمر البنية التحتية قد يؤدي إلى فقدان المياه، فقدان أسباب النظافة الشخصية والمتعلقات الأشياء التي ممكن الموظفات التي يمكن أن يستخدمها أي أسرة، وبالتالي هذا أيضا يزيد من انتشار الوباء. أعتقد هذه أخبار غير جيدة، ولكن أتمنى أن تكون الحالة المدارية في أقل ما يمكن يعني. طيب دكتور حمدي يعني أشدد على تفضل دكتور. بالنسبة للتأثير الجو على الفيروس في الجو، فهناك دراسات كثيرة أنا قريت عليها، وطبعا كان في توقع ان الحراره ستاثر على الفيروس، ولكن لم يبدو ذلك التاثير الشديد على العدوى في الفيروس، رغم انه معمليا هناك تاثير
على نشاط الفيروس بالحرارة. رطوبة الجو وحرارة الجو هي أكثر عاملين يؤثران على الفيروس بشكل سلبي وليس بشكل إيجابي. فإذا كان في رطوبة في الجو، يعني المناطق الرطبة والساخنة، تقلل من نشاط الفيروس، ولكن لا توجد لحد الآن بيانات إلى أي مدى تقلل العدوى، تقلل الفيروس يعني ميكروب، ولكن هل تقلل العدوى وتقلل الانتشار؟ لا توجد دراسات وبيانات كافية في هذا المجال. دكتور حمدي، يعني قبل قليل كنا نتحدث على مسألة الإصابة ومعيار الإصابة وحالات الوفاة، يعني هل يتم فحص هذه النقطة؟ أريد العودة إليها حتى تتوضح بشكل أكبر. هل يتم فحص كافة حالات الوفاة التي تحدث يوميا لمعرفة أسبابها إذا ما كانت مصابة بكورونا أم لا؟ أم أن بطبيعة الحال الحالات المصابة والمسجل أنها مصابة يتم مراقبتها وتتبع إذا ما شفيت أو توفت أو بقيت في العناية الفائقة أو ما شابه؟ الطبيعي طبعا أن الحالة المصابة يتم تتبعها إلى أن الوفاة، وتسجل أنها وفاة نتيجة لكورونا أو مضاعفات كوفيد 19. يعني هذا هو ما يحصل في أرض الواقع. طيب إذن كيف يكون يعني المعيار بهذا الشكل؟ يعني إذن يعني هي العملية تأتي بهذا الترتيب، يتم التسجيل أولا، يتم عمل فحوصات، ثم يعرف إذا ما كانت الحالة مصابة أم لا، يتم تتبعها إذا ما كانت يعني حصل لها تعافي أو وفاة. فكيف يكون معيار الوفاة بما هو معتمر أو مرتبط بالفحص أساسا أكثر دقة في هذه الناحية؟ أنا أتكلم عن ما يجري مثلا، أتوقع أنه يجري في اليمن، لكن ما يجري في العالم أنه في أي اشتباه، في أي حالة اشتباه هي أصلا تصل إلى المستشفى ويكون في اشتباه، ويطلب الطبيب المعالج فحص كوفيد، فحص نوفل كورونا أو الفيروس كورونا المستجد، وتسجل الحالة إذا وجد إيجابية أو سلبية. فهذا يعتبر شيء، يعني هي كمية الوفيات من الحالات المشتبهة، هذا هو المعيار العالي. فهمت عليك. إذا كانت الوفيات، طيب إذا تسجلت الوفيات، أرجع إلى موضوع الوفيات، أنه من السهل أو من الدقة أن نعرف إذا توفى الشخص أنه توفي من كورونا، لأننا سنسأل عن ما هي الأعراض التي أدت به إلى الوفاة، هذا إذا لم يكن في المستشفى وقت تسجيل الحالة المرضية بشكل دقيق، ولكن سنسأل وسنعرف وسنشتبه أن لديه كورونا، وربما بعد الوفاة يتم إجراء الفحص ومعرفة أن لديه كورونا في بعض الأحيان، فبالتالي تكون دقيقة مسألة الوفاة من كورونا. ولكن إذا كان الأشخاص مصابين فلن نعرف إلا إذا فحصنا الشخص، و80% من الأشخاص إلى 85% لا تظهر عليهم أعراض، أو ربما تظهر عليهم أعراض طفيفة، فبالتالي قد نفقد كثير من الناس المصابين ولا نحسبهم في أعداد الإصابة. وضحت إذن النقطة دكتور. تفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا الآن السيد أمجد يسلم صبيح، رئيس تحرير موقع حضرموت 21، الذي ينضم لنا عبر الهاتف. أرحب بك سيد أمجد. إذن فيما يتعلق بالوضع الميداني هناك بعد الحديث عن إغلاق المحافظة، انقل لنا الأجواء من هناك، من تريم تحديدا، إغلاق مديرية تريم. أهلا بك. نعم، أولا نعزي أنفسنا وحضرموت كامل الوطن بوفاة الدكتور رياض الجريري مدير عام صحة حضرموت. ثانيا، بالنسبة لإغلاق مدينة تريم أو إغلاق المدن في وادي حضرموت، جاء الإغلاق في وقت متأخر، ويتحمل ذلك كل من محافظة حضرموت ووكيل محافظة حضرموت شؤون المديريات سحر وادي عصام حبريش الكثيري، نظرا لتأخرهم في استجابة المناشدات لمدراء عموم مديريات مدينة تريم أو سيون أو غيرها من المديريات. الإغلاق جاء في وقت متأخر رغم كثير من التحذيرات التي سبقت الإغلاق الكلي أو الإغلاق التجريبي الذي حصل في مدينة تريم. وبالطبع مدينة تريم تقع على خط دولي يربط حضرموت بدول الخليج منها عمان ودولة الإمارات. هذا الإغلاق لم تغلق المدينة كاملة منذ ما قبل تلك التحذيرات. بالنسبة لتريم اليوم أغلقت أو أعلن فيها الحظر كاملا بعد تفشي الوباء وبعد أن أعلنت مدينة موبوءة بهذا الفيروس. لم تغلق المدينة اليوم كاملة، وعمد بعض المواطنين على خرق قرارات السلطات المحلية وقرار الأوقاف بتوقيف تشييع الجنائز وتوقيف الصلوات في المساجد. طبعا الكثير من المواطنين يحتج بوجود سوق للقات موجود في مدينة كريم
لكن السلطات عصر اليوم أغلقت السوق بالقوة. هذا الخرق الواضح يتحمل ذلك أيضا الكثير من المرجعيات الدينية في مدينة تريم وبعض الشخصيات الاعتبارية وبعض أمة المساجد. لم تقم من أي ناحية سيد أمجد؟ هل وضحت أكثر بخصوص هذه النقطة؟ نعم، خصوص هذه النقطة أن المرجعيات الدينية على مختلف انتماءاتهم لم يقوموا بدورهم في التوعية المبكرة للمواطنين في من خطورة تفشي هذا الفيروس. رأينا في يوم العيد أغلقت الكثير من المصليات، لكن الكثير من المواطنين وأئمة المساجد وغيرهم خرجوا تلك القرارات وعملوا على مصليات بديلة في داخل الحارات. أيضا تشييع اليناير أصدر المكتب الأوقاف في مدينة تريم قرار قاضي بعدم تجمع في تشييع اليناير، لكن المواطنين قاموا بخرق هذا القرار نظرا لعدم وجود توعية يقوم بها أئمة المساجد أو الرموز الدينية في مدينة تريم. مدينة تريم بطابعها لن تستجيب للسلطات المحلية أو قرارات السلطات المحلية ما لم يتدخل العلماء وينصحوا الناس والمواطنين بضرورة التوعية. مدينة تريم تختلف تركيبتها تدريجية عن الكثير من المديريات في حضرموت أو وادي حضرموت أو الوطن كاملة. هنا السلطة والمواطن في بينهم حائز وكبير لانعدام الثقة في قرارات السلطة. لم يتدخل علماء الدين في مدينة تريم سنكون على كارثة قادمة سنفقد فيها الكثير من أبناء مدينة تريم. طيب فيما يتعلق بالوضع الصحي و استعدادات المدينة، ما هي أبرز الشواهد لديك في بهذا الخصوص؟ نعم، استعدادات المدينة يوم الغد بإذن الله سيتم فتح مستشفى بديل عن مستشفى تريم لاستقبال الحميات والمخالطين أو المشتبه بهم بعرضهم بفيروس كورونا. سيتم تحويل ذلك إلى مستوصف عديد الخيري، و حسب ما سمعت وحسب المعلومات المتداولة لي أنه اليوم أو يوم الغد سيتم الفتح. أيضا مدينة تريم بحسب الشواهد الكثيرة وبحسب الكثير من اتصالات المواطنين التي تصل إلينا أن الكثير يعانون من أعراض أمراض كورونا. الكثير منهم اليوم ذهب إلى تريم ووجد المستشفى مغلق نظرا للتعكيم الكامل بعد ان ظهرت عدد من الاعراض في عدد من الاطباء في مركز العزل بمدينه تريم. يوم الغد باذن الله سيفتح هذا المستشفى الجديد، ونوجه رساله او نداء خاص لمحافظ محافظه حضرموت ووكيل وادي وصحراء حضرموت عصام حبريش الكثيري ان يقوموا بدعم هذا المستشفى الجديد مستوصف عديد الخيري بالمعدات والأجهزة والأدوات الصحية اللازمة لحماية أولاً الطاقم العامل في هذا المستشفى، لأنه سيكون خط دفاع أول لمدينة تريم. أيضاً ندعوهم لسرعة الاستجابة وإغاثة بعض المواطنين في بيوتهم من الذين ظهرت لديهم أعراض أو عدد من المخالطين. من المعروف أن أكثر سكان مدينة تريم يعملون بالأجر اليومي وفي أعمال شاقة. السلطات الطبية تلاقي صعوبة كاملة في إلزام عدد من المخالطين بالبقاء في بيوتهم، لأنهم خائفون على أنفسهم أولا، وخائفون من أن تضيع أعمالهم أو لا يستطيعون توفير الأكل والمشرب لأولادهم. شكرا جزيلا لك سيد أمجد إسلام صبيح، رئيس تحرير موقع حضرموت 21، كنت معنا عبر الهاتف من تريم. بالعودة إليك دكتور حمدي الحكيم، يعني سمعت الوضع هناك، هل من نصائح يمكن ذكرها في هذا السياق تخفف من وطأة الأمر؟ يعني كما قلت أنت ربما لا يمكن إنهاء الوباء، لكن يمكن تبطيء مفعوله، ما هي أبرز النصائح بهذا السياق؟ نعم صحيح، هي هذه نصيحتي الدائمة. نحن في اليمن نمشي بخطى حثيثة نحو سيناريو ما يسمى مناعة جماعية أو مناعة القطيع، إلا ربما الحال في حضرموت أفضل بوجود الدولة من حال في مدن أخرى مثل صنعاء ومثل عدن ومثل ربما تعز، وكثير من الأماكن تحتاج إلى اهتمام أكثر
وإلى دعم أكثر للقطاع الصحي. فموجود يعني فلسفة أن نريد أن نبطئ الوباء، لأن بعض الناس يعتقدون أننا نقول لهم قفلوا اللوك داون، يعني تقفيل الأماكن العامة وتقفيل الحياة العامة من أجل إنهاء الوباء، وهذا لن يحصل أبدا، سيظل الوباء موجود ولكن نبطئ الوباء. لماذا نبطئ الوباء؟ لأن النظام الصحي في اليمن حالته صعبة ويحتاج إلى يعني دعم كثير، ولا يتحمل ولن يتحمل عدد الحالات الكبير والمهول الذي رأيناه في الدول الأخرى. فبالتالي كلما كان الوباء بطيء كلما استطاع القطاع الصحي بإمكانياته المتواضعة أن يتعامل مع الحالات التي تأتي، الحالات الحرجة، لأن انهيار القطاع الصحي لن يؤدي إلى وفيات فقط من كورونا، ولكن سيؤدي إلى وفيات بمختلف الأمراض الأخرى مثل أمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد وغيرها. فإذا نحن نكون حكيمين في هذه النقطة، لا نكون تؤثر علينا الشائعات، لأن الشائعات فعلا يعني كلام الدكتور سبق أن قال أن الشائعات أثرت على الناس وأصبح الناس فاقدين للثقة في الإجراءات التي تقوم بها السلطات الصحية، وهذا حقيقي وأنا لمسته كثير حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. حتى كثير من الناس المتعلمين أصبحوا فاقدين الثقة فيما يحصل لديهم كثير من نظريات المؤامرة ونظريات حتى نظرية الإنكار. يعني حتى الآن أصبح أنه ربما يكون كورونا ولكن كورونا غير مضر، لا تصدقوا أن كورونا مضر، مثل هذا الكلام أصبح يقال بشكل كبير. إذا نحن بصراحة نتجه وبكل ألم نتجه نحو مناعة القطيع، فبالتالي نتوقع عدد وفيات كثير. فإذا كما قلت أخي وجيه، إذا استطعنا أن نخفف وتيرة الوباء بحيث يستطيع النظام الصحي أن يمتصها، يمتص الحالات، وأن يعني تمضي هذه الموجة القادمة في خلال 3 أشهر بسلام، ونستطيع أن نلملم شتاتنا بعد 3 أشهر هذه ونواصل حياتنا التي هي حياة أعتقد أنها حياة بائسة وصعبة، ولكنها على الأقل تمشي، ولا نريد أن تحصل انهيارات أخرى. شكرا لك دكتور حمدي الحكيمي، أخصائي الطب الوقائي والأوبئة، كنت معنا عبر السكايب من هولندا، تواجدك معنا في حلقة اليوم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، دمتم في أمان الله، مع السلامة.